مرة أخرى يستمر الحوار للحديث حوالين ما يعتقد أو تعتقد بعض الدراسات أن هناك ظاهرة للتحرش الجنسي في المجتمع المصري أو اعتداء على المرأة أو تعرض على المرأة. قبل الاستراحة كنت وعدت الدكتور عزة كريم أن يتعقب على كثير من الأمور، خاصة على نتائج الاستفتاء اللي احنا طرحناه عليكم، ان 6% قالوا انه نتيجة هذه الظاهرة ان هي ترجع للكبت الجنسي، 3% قالوا لتأخر سن الزواج، اما 91% فقالوا لتدهور الاخلاق. اتفضل يا دكتور. الحقيقة انا ليا يعني حاولت تبقى هي تعليقات تلغرافية كده. اتفضل. ان فعلا هذا الاستفتاء جيد، ما يمكن احنا طبيعة شغلتنا دايما نقول كل شيء له سبب. أيوة. ولو حلينا الأسباب ثق إن إحنا هنحل كثير من المشكلات الموجودة وليست بقانون. لما نقول 91% فأنا متفقة تماما التدهور أخلاق، لكن أنا ليه يا دكتور؟ ليه؟ لأن إحنا مين من يقوم بالتربية وخلق الأخلاق المتوازنة داخل أي مجتمع من المجتمعات؟ عدة مؤسسات. زي أنا برد على الدكتور إن إحنا في مؤسسة الأسرة، مؤسسة المدرسة، المؤسسة الإعلامية، مش البرامج، مؤسسة الإعلامية اللي هي من أكتر أشياء اللي بتؤثر في كل شرائح يعني المجتمع. الناس بتقعد مثلا جنب التلفزيون يمكن أكتر ما بتقعد مع نفسها في العيلة يعني. بتسمع إيه؟ أنا بتكلم عن أصغر واحد وأفقر واحد في البلد إلى أكبر واحد. المتأثر بيتأثر بإيه؟ الدراما، الأفلام، الأشياء دي أكثر من البرامج. تمام؟ دي أنا بعتبرها بتربي مع الأسرة. هذا أيضا النوادي بنيجي هنا. لما جي لك عند نقطة الإعلام، لما أشوف مثلا فتاة في فيديو كليب سواء مصرية عربية أوروبية جينيفر لوبيز أي حد، إنه لماذا لا يكون لي الحظ أو الفرصة إن أنا أمتلك أو أقترب أو يكون لي علاقة بمثل هذه الفتاة التي أراها في التلفزيون، وخاصة إنها حينما ترقص على الموسيقى بهذا الشكل بهذه الملابس موجود من 50 سنة. لا بهذه الإيحاءات. لا بس مش بنفس سعاد حسني. أيوة بس سعاد حسني بتغريب احنا بس في النهاية بس في النهاية لابسة ايه؟ ما يعني حضرتك، انا مش عايز اضرب النماذج، بس حضرتك لو دخلتي على بعض القنوات اللي هي موجودة في قنوات للرقص الشرقي كاملة، في قنوات في قنوات رقص شرقي دلوقتي طبعا يا فندم. مش رقص شرقي ده انتهى. لا يا فندم، ده في قناة يا فندم للرقص الشرقي، مش عايز اقول اسمها عشان ما يبقاش ده مخصص 24 ساعة في اليوم. كويس فن يعني. انا ما قلتش حاجة، انا بس اللي عايز اقول لحضرتك، وفي قنوات ل مجموعة من الفتيات في بالذات اللي هي بتيجي من دول المشرق العربي والعراق والبتاع، واقفين 10 بنات طول الوقت لابسين ملابس يعني ده في الرقص في القناة دي؟ في القناة دي يا فندم ما بيعملوش حاجة خالص غير بيتهزوا طول الوقت. لا بس رقص الرفيع. لا يا فندم زي ما احنا لا لا شفنا ملوش علاقة خالص. نجوى فؤاد. لا يا فندم لا 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 مش هذا. لا يبقى الغوه. احنا بنتكلم في مواضيع تانية. لا رقص الشرقي يعني ده تعرف في نايم فرعنة كان حاجة راقية جدا لا يقل رقين على الباقي. ده اللي الفرعنة ده بس عايز اقول لك معلومة بسيطة، انه كان من 5000 سنة. ال 5000 سنة دول حصل تغيرات كبيرة جدا يا فندم. ولا بيقولوا ما حدش قال لك حاجة من ال 5000 سنة. نرجع للدكتور. ده يعني حضرتك قلت انا عاملة بحث عن الطلاق وخدت من الفضائيات وعينة ان نسبة بعض الاسباب الطلاق الفضائيات. ما يحدث الآتي، يعني احنا بنقول ايه؟ ان احنا انا اولادنا وشبابنا والصغيرين والكبار بيلتقطوا كل نسبة كبيرة من القيم والأخلاقيات اللي موجودة، نسبة كبيرة من الألفاظ. يعني لسه كنت بقول للدكتورة أنا سمعت كم من الألفاظ في مسلسلات رمضان في منتهى السوء، وبعدين هقول الشارع بيقول ألفاظ وحشة. لابد ان بيلتقط، ودي طبيعي خصوصا ان عندنا الفنان. طيب يبقى شبه ايه قدوه. ده في الاباحيه يا دكتور، لكن هناك بعض القنوات الدينيه التي لا تؤمن بوسطيه الاسلام وتبعد عن الفهم الصحيح
القرآن والسنة المطهرة وتتعامل مع المرأة على أنها جنس أدنى ولا تعطيها شكل التكريم اللي هو فيه. فأنت لما تحطي ما بين الإباحية من ناحية وما بين رؤية لا مختلف خ خ خ كلاهما متشابهين لا 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 دي كم واحد لازم نحن نعمل حسابات كم واحد بيشاهد هذه القنوات ومن هم اللي بيشاهدوها. أنا بتكلم عن أخلاق مجتمع يا جماعة. مجتمع المجتمع كله بيشاهد القنوات العادية والأفلام العادية وبروح أعرض له كم من الأفلام. أنا عندي معلومة لحضرتك أن هناك باقات في العالم العربي وبتباع هنا في الدش ما بيجيبش غير هذه القنوات المحافظة فقط فقط تاني لا لا. وعلى فكرة بيبيع بيع مذهل يعني 12 قناة انت ما بتشوفيش خالص دفر واحدة ست. انا هقول لحضرتك حاجة انا ماليش دعوة بهذه القنوات احنا عشان انا عايزة ايه اركز في هذا الموضوع. طيب فضل. ما تخرجنيش منه. انا ما بخرجكيش بس اللي عايز اقوله لحضرتك إن من الممكن ان الفهم المغلوط لنظرة الرجل للمرأة فيما يختص بالدين على انها شيء وليست النظير له يتساوى في الحقوق والواجبات. انا هقول لحضرتك حاجه انا يمكن ماليش دعوه بالجانب الديني انا ليه دعوه بالجانب الاجتماعي الاخلاقي. طيب. والجانب الديني لما يشوفها على انها لما يشوفها ان هي فقط تتجوز في 9 سنين زي ما الدستور عايز يقول او لما يشوفها فقط على ان هي وعاء لاشباع الرغبه. لا ما اشوف هقول لحضرتك حاجه لا الدين شافها كهكذا لا مش دليل انه هو مش الدين تأويل خطأ. ولا انا بتكلم بقى انت عارف بقى مين اللي طلع المراه مجرد وعاء هو الـ 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 الافلام والدراما بتاعتنا. انا يوم ما اشوف فيلم زي حين ميسره يوم ما اشوف باقي الافلام والجزيره وغيرها واشوف ان كل هذه الافلام لو تشوفها وتركز فيها بينقلك من الواقع يا دكتور. انت ليه عايزانا نخلي عينينا عن الواقع؟ افهميني الواقع ليست كل انا سالت خالد يوسف قلت له انت مبالغ شويه قال لي ده 10% من لا شوفي هقول لك حاجه انا عامله ابحاث في الشرابيه القمة المجتمعات العشوائية هو بينقلك ايه بياخد الجزء من الواقع السلبي فهميني يا سيدي بياخد الجزء السلبي ينفوكس ويبلغ عليه. هل انا مجتمعي المصري عبارة طيب عن ما هو بس لحظة بالنسبة لحالة الأستاذ خالد يوسف هو دايما حريص هو وزملائه اللي بيكتبوا السيناريوهات انه بيتحدث عن حالات المهمشين والمحرومين طبعا. الذين يعيشون تحت ظروف غير طبيعيه وغير انسانيه فيكون ذلك هو سلوكهم. وما قالش ان ده المجتمع المصري. سيبوني اكمل للاخر ما اضعفكيش. حاضر. هي النقطه ايه انا دلوقتي بجيب هذا المجتمع تمام بعمل عليه فوكس وبعرضه في التلفزيون بوريه لكل الشباب ولكل الاطفال وكلهم انا عندي ابني 7 سنين تساوي والله بيغني اغاني انا اتكسف اقولها لك جايبها منين من التلفزيون من الاعلانات عن الافلام ده بالاضافه انا لما اجيب شباب ما بلا بيتجوز وفي سن مراهقه ويمكن انا مختلفه مع الدكتور انا بقول سن مراهقه الغرائز الجنسيه لدى الانسان ولدى الحيوان حتى من اقوى الغرائز فانا ما اجيبلوش مناظر مثيره جنسيا واقول له اقعد بقى ما تعملش حاجه طول النهار بيشوف جنس مناظر مثيره جنسيا مش فاهم بجيب له في التلفزيون في لا انا ما بكلمش في الافلام لا انا مدرسه لا انا بقول حتى في المختلط انا بقول ان حتى المختلط بتقول لو يربوا صح الاسره وربت الاسره صح وربت المدرسه مع ان ما فيش ضوابط في المدرسه انا هروح اشوف في التلفزيون اشياء واشكال اللي بيسموه تحت كلمه الابداع وهو افساد للاخلاقيات لان انا بيربي لي ابني التلفزيون دلوقتي بيربي لي ابني اكتر ما انا بيقعد معاه ابني اكتر ما الام بتقعد معاه. طب السؤال بيتعلم العلاقات. السؤال يا فندم السؤال في النقطه دي ما هو بيبقى في 10 اولاد بيشوفوا نفس التلفزيون لكن بيكون في سلوكيات مختلفه انا ازاي بحصن ولادي وازاي بقدر اربيهم وازاي انشئهم. هقول لحضرتك حاجه انت لو تلاحظ دلوقتي ان معظم الاسر المصريه وده بيجي لنا كتير قوي تقول لك احنا مش عارفين نعمل ضوابط على اولادنا زي ما كنا بنعمل زمان ما بسمعوش الكلام عندهم نوع من التمرد. انا كنت ماسكه صندوق مكافحه وعلاج الادمان لا تتخيل كم الادمان لدى
الشباب نتيجة لما بيشوفوه والإحباط اللي هو عندهم. فهي النقطة إن إيه، أنا ده مؤسسة بتربيلي وبتعلمني وبنطالب بإنها تترك سداح مداح كده اللي فيها كل شيء. شرحت النقطة دي، هرجع لك بس في نقطة بس عشان يبقى للأمانة بالنسبة للدكتور هاشم. دكتور هاشم، لما حضرتك هنا بيجي 91% يتم التحدث حوالين تدهور الأخلاق، هل ما تلمسه دون الإفصاح طبعا عن أي شيء يعني في خصوصية الطبيب بالمريض، ولكن بتلمسه في العيادة النفسية من حالات متكررة، إنه في هبوط في المستوى القيمي للمجتمع المصري أو للأسرة المصرية؟ يعني حضرتك ممكن تكون كنت بتعالج الناس من 20 سنة ثم 10 سنين ثم 5 سنين ثم آخر سنتين، المنحنى شكله إيه؟ في تدهور فعلا؟ هو ده أكيد طبعا. أكيد إن أولادنا بقوا مش زي ما احنا بنتمنى على مستوى التفكير والثقافة والعلاقات الإنسانية والمشاكل بقى نشوفها في الإدمان وخلافه. ولكن عايز أقول لك حاجة بقى، إن ده أغلبه راجع إلى إنه موضوع التربية والتنشئة فيه إشكالية. أنا بشوف الإشكالية دي هي موجودة في كل أشكال الأسر. يعني ممكن يقول لك إيه، أصل الأب والأم بيشتغلوا وسايبين ولادهم، أصل الأم مش متعلمة. أنا بشوف في كل حاجة، بدءا من الناس اللي موظفين معش قاعدين مع ولادهم، واحد إن هم مش متعلمين كويس وارد. أنت عارف أكبر نسبة انتحار عند الأطفال يا ساتر اللي هو عمر 8 سنين، ومش بس انتحار كده باي تشانس إن هو خد حبوب بتاعت مامته اللي في البيت، لا ده قرر ينط من البلكونة، منفعش يروح رامي نفسه تحت عربية، منفعش يروح قطع ايده. ليه كده؟ دول اكترهم في الاسر اللي عندهم 12 قناة اللي انت بتتكلم عليهم، اللي هم بيمنعوا الطفل انه يعيش طفولته. محرم عليه كل حاجة، انه لا يسمع اغنية، لا يروح حفلة عيد ميلاد، لا يروح النادي احسن يختلط بالناس. فالطفل بيشعر بانه بعيد جدا عن الحياة. فاقول لي طب انا مش عايز اعيش. انا عملت عليها في سنة واحدة جالي ذهول ان انا شفت اكتر من 12 طفل. يا ساتر. فدي حاجة مفزحة. اللي انا بس عايز اوصل له انه موضوع الاب والام بعدوا جدا عن ولادهم لسبب، هو جهل الاب والام. في ايه بقى؟ في ان ولادنا ليهم تنشئة في ظروف اجتماعية وسياسية واقتصادية مختلفة. احنا متصورين زي انا ما تربيت ان ابويا كان مصاحبني، بس لما كنت غلط كان بيبص لي من على بعد 20 كيلو بتلم، لانه انا في علاقه بيني وبينه، احنا اصحاب. ولما بيغلط بيبص لي كده بطرف عينه، بعرف ان انا تجاوزت حاجه فباخد بالي. دلوقتي الموضوع مختلف خالص. طب سؤال دكتور عشان ما يفوتنيش السؤال ده، كيف استطيع كاب وام اني اضع قواعد معينه في تنشئه بالذات للولد الذكر حتى لا يصبح متحرشا؟ حلو جدا. يعني ايه هو الفيتامين او الشيء اللي ادهوله او الاخلاقيات اللي انميها فيه او المبادئ حتى لانه احيانا اهل المتحرش حينما يعلموا بانه قد قام بالتحرش بيصابوا بحاله من الذهول. يعني لا ده بالتاكيد ده كذب، ده بالتاكيد ده البنت دي لفقت له الموضوع لان انا ابني ما يعملش كده بينما هو عمل كده. فازاي اضع فيه من الصفات او من المبادئ حتى لا يتحول الى متحرش؟ هو ده بفكرني بحكايه الاباء والامهات لما بيجيبوا لي مدمنين ولادهم، يعني ربنا يبعد عن يا رب على الجميع يا رب. فيقول لي اصل شله السوق، فلما اقعد معايا يطلع ان هو شيخ المنصر، هو رئيس العصابه نفسها يعني. فدايما الاهل مش متوقعين ابدا، وده ليه معنى واحد زيه زي في التحرش، انه مش اصحاب. وبالتالي الولد لما بيكون عنده احساس بانه عايز يقول لحد حاجه، عايز يتكلم، عايز يقول ان انا متنرفز، انا ما بسمعوش. فبيجي الولد، انا لسه كان عندي ولد امبارح، المسافه بينه ان ابوه وامه قاعدين في دوله عربيه وهو مش لاقي حد يكلمه، فبتصل الحكايه من كتر غيظه انه بيفضل يخبط ايده في الحيط لدرجه ان ايده اتكسرت مرتين. يا ساتر. فده بيكسر عظمه. يعني هنا المساحه بقى يمارس عدوان ضد نفسه، هو سيلف ديستراكشن.
فاللي انا عايز اوصله لك انه اكتر حاجة بتحل كل مشاكل الدنيا هو الاستماع الفعال او الانصات. يعني انا بطلب كتير جدا من الاباء، ايه رأيك انك تنزل تتمشى مع ابنك وياريت ياريت تحط لسانك في بقك وما تتكلمش، اسمعه بس، بليز اسمعه، قول له ايه ليه انت بتفكر ازاي، اشرح لي، عرفني، ما تسخرش منه خالص وخليه يتكلم. يعني انا بطلب ساعات من الناس ان هم يقعدوا 3 ايام كده ينزل مع ابنه في اي حته، قهوه، في اي زي ما هو عايز، ان شاء الله على الكورنيش ويقعد على السور ويتعرف على ابنه. اللي بيحصل هم مش بيحبونا، بيحسوا ان احنا من جيل تاني. عشان ايه بقى؟ لان ما بداوش هم صغيرين. جه وقت الاستراحه الاعلانيه، بعد الاستراحه الاعلانيه الاستاذه فاطمه ثم حضرتك تعقبي، تابعونا بعد الاستراحه بانتظار رايكم على الاستفتاء الذي نجريه حول هذا الموضوع.